زينين في الناس اللي خلصوا الناس اللي خلصوا السودان. السودان شكرا شكرا لكم. كاين البرد بزاف وعاونتونا وجاتنا في وقتها ما عندناش حنايا وكارين وما عندناش. الله يخلف عليك. الله يرحم العوين. امين. الله يسترهم. امين. الله يحفظهم. امين. جبنا المنطقة بعد على حقاش كاين البرد بزاف هاد المنطقة هادي والحمد لله حنا كنشكرهم على هاد القفة هادي حتى يعاونونا بها قيت هادي خصوصا اننا محتاجين لها بزاف لحقاش الظروف ديالنا حتى هي صعيبة شوية وعطاونا الزيت كاين الدقيق كاين السكر كاين يعني اي حاجة تحتاجها راه كاينة تما مواد غذائية وكاين شي شوية عاوتاني ديال الحيمات العيبات وعاد تزيد عاوتاني المنطقة راه البرد هذا وحنا محتاجين بزاف هاد الشيء. الله يغطيكم الله يغطي برقكم مع سيدي ربي. كاين البرد بزاف. كاين البرد بزاف وعاونتونا وجاتنا في وقتها ما عندناش حنايا وكارين وما عندناش. الله يخلف عليكم. كنا القفوه فيها السكر فيها الزيت فيها كل شيء المواد الغذائيه كلها وطمينطه والحيمات وكل شيء وكنطلبوا من نطلبوا منكم المحسنين الله يجعل ربي يحفظكم ويعاونكم. ما كرهناش راه البرد كاين بزاف وداك الشيء وعندنا الله يرحم لكم الوالد. الحاله عندنا في البرد بزاف ومحتاجين وحنا كارين وداك الشيء ما عندناش. كريم بارك الله فيك. من دولة؟ شكرا. من السودان. السودان شكرا. شكرا لكم يا يا تحية للمغاربة. وتحية للمغاربة وللشعب المغربي وتعيش محمد السادس وتحية لكم. الله كنشكركم على هاد المعاونة دواري غرمان. ديجا جيتو من قبل الله يجازيكم بخير. الناس اللي تندعيوهم المحسنين الله يخلص لهم فين ما كاين فين ما كاين بحال اللي تيجيو عندنا بحال اللي تيمشي عند الاخرين الله يجازيهم اللي بخير يا ربي تبارك وتعالى. اسني خلص ربي تبارك وتعالى اسني خلص ربي اسني عوض ربي تبارك وتعالى سجنة الفردوس يا ربي اسني خلص ربي ساعد اسني عوض ربي سجنة الفردوس. يزيد ابو صابون رئيس جمعيه نهضه الزناته للتنميه والتضامن بمنطقه عين حروده اقليم المحمديه جهه الدار البيضاء سطات. الحمد لله انطلقنا في اطار اولا قافله حمله شتاء لفائده 500 مستفيد ومستفيده. هذه القافله كتنظمها دائما جمعيه نهضه الزناته للتنميه والتضامن مده اكثر من 10 سنوات في اطار حلول فصل الشتاء من كل موسم. ان شاء الله هذه السنه عندنا موسم 2023-2024. هذه القافله اللي غتشمل مجموعه من المستفيدين والمستفيدين خاصة من الأسر المعوزة ومن الأيتام ومن الأرامل وكذلك من المسنين لأنهم كيعيشوا واحد الموجة برد قارصة خاصة لأن احنا كنعيشوا هذه الموجات البرد واللي هما محتاجين خاصة لهذ الحاجيات ديال الدفء خاصة المواد الغذائية المؤن الغذائية والملابس وكذلك الأغطية. الحمد لله انطلقت القافلة من منطقة عين حرودة ثم ان شاء الله غنوزعوا على مجموعه من الاسر والمسنين والارامل وكذلك الاطفال وكذلك مناطق الشلالات. كذلك هذه القافله كذلك شملات كذلك هذه السنه مميزه خاصه حاولنا باش نوزعوا مجموعه من المؤن الغذائيه وكذلك الاغطيه خاصه للمهاجرين الافارقه المتواجدين بمنطقه عين حروده في اطار عبير السبيل لان وصى علينا الرسول صلى الله عليه وسلم وصى علينا هاد الفئه خاصه ديال عبير السبيل وهم المهاجرين الافارقه جنوب الصحراء واللي سيدنا تاهما عطاهم واحد الرعايه كامله لانه حنا كمجتمع مدني حاولنا اليوم نزوروهم حاولنا باش نوجدوا لهم واحد اكله دافئه وهي الكسكس لان محتاجين الكسكس ووزعنا عليهم المؤن الغذائيه وكذلك الاغطيه لانهم كيعانوا قساوه البرد. واخيرا توجهنا الى مناطق وهي هذه مميزه هذه السنه وهي مناطق الحوز حاولنا نزوروا بعض المناطق خاصه منطقه مجرد منطقه اغرمان منطقه اسيف المان حاولنا نتوجه هذه المره الثانيه
بعد قافله المسيره الخضراء. حاولنا اليوم في اطار حمله شتاء باش نزوروهم لان محتاجين لهذه الزياره، حاولنا نوزع لهم الملابس الشتويه والاغطيه وبعض المؤن الغذائيه لانهم كيعانوا قساوه البرد القارث لانهم باقيين كيتواجدوا في الخيام. نتمنى ان شاء الله تكون عندهم واحد التسهيلات في اطار الولوج الى المنازل ديالهم، لان ربما السلطات في تلك المناطق كيبذلوا واحد المجهود. والحمد لله ملي زرناهم انهم كيشكروا صاحب الجلاله الملك محمد السادس لانهم عطاهم واحد الرعايه كبيره، ونتمنى ان شاء الله نزورهم مره اخرى ان شاء الله لانهم محتاجين لهم في اطار صله الرحم، احياء صله الرحم. وبهذه المناسبه كنشكر المحسنين والمقاوله المواطنه اللي دعمتنا في انجاح هذه القافله، وهي قافله حمله شتاء لموسم 2023 2024. وشكرا لكل من ساهم في هذه القافله، وكنشكر الاطر ديال الجمعيه التي هي تعبات معنا باش نوزعوا هذه الحاجيات لفائده جميع المستفيدين.